حسام، يعني أنا ذكرت في البداية بأنه موقف الحزب الديمقراطي هو مع الإجماع أن ما اتفقت الكتل على المضي فنحن ماضون، هذا كموقف. لكن أنا ذكرت بأنه كموقف شخصي أنا أشوف بأنه الآن الوضع السياسي غير مهيأ تماما. أما من يقول لك في 2018 أو سابقا، لا، الآن الوضع السياسي يختلف تماما. الوضع السياسي الآن بعد تشرين هو ليس كما هو قبل تشرين. هناك قوة جديدة صاعدة، هناك هذه القوة نفسها التي كانت تطالب بالتغيير تعرف بأن هذه الانتخابات لن تأتي بجديد، ولذلك قاطعت أكثر تشرينين، وأنت تعلم بأنه 26 حزب لحد الآن مقاطع للانتخابات. السيد الصدر وتأثيره الكبير في العملية السياسية، لربما إذا تأجلت يمكن، هذا رأي قسم من الكتل، يعني مو رأيي أنا، رأي قسم من الكتل، بأنه لربما يتمكنون من إقناع المقاطعين ويمضون معا في العملية من أجل أن يهدأ البلد. بالحقيقة الآن نحن نعيش في فوضى، أما أننا سنذهب إلى فوضى إذا لم تجري الانتخابات، فهذا يعني هذا الحقيقة الجهات التي تعرف بأنه هي ستتمكن من قصد أصوات أكثر على اعتبار، وحضروا نفسهم، خلينا نقول هؤلاء يعني يرغبون بأنه يمضوا في الانتخاب. بعض المرشحين يؤكدون على مسألة أنه يجب أن نمضي لأنهم مستعجلين جدا الظاهر على موضوع المجلس، الموضوعات كلها. لكن قصدي هذه الطريقة، نحن أمام وضع سياسي خطر جدا، فيما إذا لو مضينا في الانتخابات، والآن جرت الانتخابات في 10/10، طيب كيف سيكون تشكيل الحكومة؟ ومن سيضمن بأنها ستبقى؟ أنا أتصور بأنه لا يمكن الحكومة أن تتشكل بسهولة، هذا واحد. اثنين، بأنه حتى لو شكل الحكومة فإن عمر الحكومة راح يكون قصير، أنه ستكون هناك جهات كثيرة. أنا ذكرت أنه 26 حزب معارض، إذا كيف ممكن؟ ثم موضوع الشرعية، هل سنكون يعني حتى الآن نحن ندفع ثمن 2018 وما حدث فيها من تزوير، وباعتراف كل الجهات، يعني حتى الأمم المتحدة وأوراقها الرسمية، يعني من سيعطي بعد ذلك الشرعية؟ وأنا ذكرت لك موضوع المحكمة الاتحادية المصرية وكيف أنها طعنت وبالتالي لم تصادق على الانتخابات ودعوة إلى انتخابات جديدة بسبب قانونهم وثغرات دستورية في القانون الانتخابي. نحن اليوم نتحدث بموضوعات سياسية مهمة، ليست قضية إصرار ولا هي عناد. الموضوعات ما تتعلق احنا اليوم اي كتلة ما تتنازل للأخرى، لا لا، نحن أمام وضع يجب أن يحل بعقلانية وبحكمة واتفاق على ما يخدم الوطن وما هو في مصلحة الوطن وما هو في مصلحة الناس. يجب أن نتفاوض مع الكل، مع جميع الجهات اللي قاطعت الانتخابات، إلى دعوتهم، إلى الجلوس معهم. وإن تأجلت لن يضر يعني ذلك الشيء، حتى تبدأ القوى اللي مقاطعة أيضا بالقناعة. ثم موضوع الدوائر هذه، طيب نحن نعلم البعض بأنه سيد جيد في أي دائرة وصلت فكرتك اثنين سيدة خالدة. الرأي.